العرائش. احنا قعدنا في انتي عضوه انتي شنو رئيسه ديال الجمعيه الابداع للتنميه المستدامه، وهذه الجمعيه نفتخر بها يعني في اطار تكوين المراه والشباب، وحاولنا ما امكن ندمجوا فيها. شنو عام تكونت؟ انا شنو نقول لك، عندي مده ديال 30 سنه في مجال فاعله جمعويه في مجال الصناعه التقليديه، مصممه ديال التقليدي والعصري. طاحت الفكره ديالي كنت ندير التدرج المهني والتكوين والتاهيل لمده ديال 30 سنه، رغم كون 300 امراه ولا 300 شباب اللي هما خرجوا من ورشات مقاوله وتخلق مقاوله خلقت واحد الفرع ديال الجمعيه في اطار بقاش نشهد الفرع فرع ديال الجمعيه 2015 شهر 3. اذا هاد الجمعيه هادي دابا شحال فيها ديال المتعاونين؟ متعاونين عندنا، المهم الاعضاء عندنا 11 عضو فيها متعاونين، يعني هاد 11 عضو هما اللي كاسبنا هما اللي يتعطروا فيها ويكونوا فيها، وكل واحد يشتغل على طريق هادوك. انا بالنسبه واخا بغينا نعرفوا المنتوجات اللي كتنتجوا دابا. المنتوجات عندنا كانت اعشاب نجيبوها من مناطق جبليه، نحاولوا نشوفوا هذا اتاي هذا اتاي اعشاب كالزعيط راس تحتار الويزات هادشي كامل نجيبوه. هنا قوى النساء، عندنا المغارمين النساء المحتاجين للوضعيه هشه، هنا قوى يديروا في هذا لومباراج باش نحاولوا كيف كتلفوهم انتم كيف يعني كتجيو من عند الشركات اللي كتعمل التلفيف وكت لا عندنا السدور عندنا السدور نقيوه ونهيئوه ونديروه في لومبالاج ديالو. يعني التلفيف انتم كتعملوه؟ نعم، باش نوفروه للزبون في المستوى ماشي في المستوى، ونفس الوقت ديك المراه نخدموها باش تستافد وتدخل واحد النصيب على الابناء ديالها. نعم، اذا هذا هو فئه العشاء. بغينا نعرفوا على المنتوجات. هذا عندنا كذلك زعيط هذا استحتار حتى هو نجيبوه في مناطق جبليه يتنقى ويدير في لومبالاج. عندنا المنتوجات عفوا اخرى، هذا المنتوج هذا زعيط راس هذا عندنا المنتوج كذلك يتخطر في القطار من النوار. علاش كيتصاوب هذاك من النوار؟ النوار الماء ديال النوار يعني كتعملوا التقطير؟ التقطير، عمليه التقطير. وعندكم الاجهزه والالات اللي كتخدموا بها التقطير؟ عندنا الناس يعني عندي الفاميل باقي ما وصلتوش الفاميل ديالي فاس هما اللي يقطروه، نجيبوا هذوك النساء نعمروا في قرارات ونبيعوا. يعني عندنا فكره ندمجوا التعاونيه وتزيد بعيد وتخدم، ولكن باقي ما عندناش الاليات كلها موفره لنا، وعندنا النقص في المركز عكاري هنا صغير، ولكن الابداع بلا حدود. الفائده من هذا الابداع بلا حدود باش ندمجوا فيه النساء اللي يحيلوا في الوضعيه هشه، والنساء المطلقات اللي عندهم اليتامه، باش نرفعوا من المستوى ديال المعيشه. واخا واصل عافاك نمشيو منهجيين نزيد نكملوا هي المنتوجات، من بعد نهضروا على الاهداف ديالكم وداك الشيء باش نبقاو يتبع معنا. هذا اللي ماسك ديال التجميل، مستخلص من مواد الحبوب، من الشوفان من الكامو من الفول الاسود من الحمص. الشوفان هذا اللي ماسك التجميل، هذا الكحول يشتغلوا عليه النساء طبيعي، تستخلص كذلك من العظم ديال التمر، من الزيتون، من يعني طبيعي. هذا التريد مجفف، يعني يبقى المده ديال 5 شهور ما يوقع له حتى حاجه، يستورد على برا، يديوه على برا. نعم. انا عندنا هذا عندنا الدقيق ديال الشعير، الناس يحاولوا ما امكن يستعملوا بزاف، راه مفيد لهشه العظام والفوائد ديالو كثيره. هذا عندنا الكسكس ديال الذره البلديه الرقيقه اللي صبحنا اليوم عطوها للحمام، وهي راه مفيده لتخفيف السكريات ولهشه العظام. عندنا البركوكش، عندنا الكسكس، هذا عندنا الكسكس ديال الخروب، مفيد الخروب والقمح. هذا عندنا الكسكس ديال العدس، صنوع من العدس. هذا عندنا الدقيق مازي اللي كيستخلص منه الخبز، وكيقدر يستخلصوا الناس منه الصوبة. هذا عندنا الكسكس ديال الصوجة، هذا الكسكس ديال الشعير. الشعير فيه جوج انواع، كاين الشعير اللي هو هذا الرومي سميه الرويزة، كاين الشعير البلدي، الطبيعي.
سبروس ديال عفوا ديال مالزي ديال تركيا. هذا الكسكس الخماسي يتكون من خمسة ديال الحبوب، من خمسة ديال الأنواع ديال الحبوب. شنو الحبوب اللي كتعمل؟ الحبوب كاينه فيه هنا الشعير، فيه الذرة الرقيقة والغليظة، فيه القمح، فيه الفارينة. كله كيتخلط مع بعضياته. آه كله مع بعضياته خماسي. هذا كسكس القمح، القمح بوحدو هذا. هذا كسكس إلان. هذا كسكس إلان، إلان ليه فوائد كثيرة للشرطة. إلان شنو هاد إلان؟ إلان والقمح. يعني الا راه معروف تبارك الله يديروه يستعملوا لشد العظام، كاين اللي مهرس يستعملوا للهرس، ولكن حنا نحاولوا امكن ندخلوا في الكسكس التغذيه باش يستعملوا الزبون ويستفاد على الصحه ديالو، كيس على الصحه ديالو وفي نفس الوقت مفيد للصحه. هذا عندنا النافع، الكسكس ديال النافع. النافع كذلك مفيد للجسم، يعني الناس اللي يعرفوا الفوائد ديال النافع راه يستعملوه في الشلاضة، يستعملوه في الاكل، يعني مفيد بزاف النافع. هذا عندنا الكسكس ديال الكاوكاو، يعني اذا ندخلوا معاه كاوكاو السميده والكاوكاو يستعمل بزاف في هذا. هذا عندنا بركوكش ديال القمح، بركوكش ديال القمح. هذا الكسكس ديال الشعير مع الشعر. واخا اذا هناك منتوجات كثيره ديال الجمعيه اللي بغينا نزيد شويه الضوء عليها، اللي بغينا نعرفوا غير فين عندكم المقر ديال الجمعيه ديالكم في القصر. عندنا المقر ديالنا في القصر الكبير في ولاد حميد، مجموعه الجيم الزنقه 24 رقم المركز 5. يعني وبالنسبه للاثمنه اللي كت الاثمنه، يعني الا خرجنا حنا من المقر يكون الثمن شويه، التكلف شويه طالع على حسب حنا نحتاجوا للترونسبور باش نخرجوا المتنقلات. ولكن الزبون اللي خدام يتقدم عندنا من المركز يكون الثمن شويه مرطب ناقص، وحتى الناس اللي بغاو. باش كتصراحوا الاثمنه ديالكم بنيات يعني الثمن ديالكم باش كيتراوح يعني تقريبا؟ تراوح لكات في المركز 15 درهم، خرجت من المركز 20 درهم، بعدت لي شي بلاصه مدينه اكثر بعيده عاوتاني وكلفنا الترونسبور اكثر تكون اكثر. نعم على مستوى المشاركه ديالكم في المعارض وداك الشيء. المعارض يعني حاليا عندنا شاركنا في الصحراء، شاركنا في معرض الدولي بمكناس، شاركنا في الحسيمة، شاركنا في يعني المغرب كامل داخل الوطن وخارج الوطن. نعم وشكون اللي كيدعمكم انتوما؟ الدعم عندنا القدرات ديال النساء تبارك الله، عندما يعطيو ماشي دعم مادي، الدعم ديال القدرات ديال العطاء باش يخدموا في الانتاج. اما الدعم المادي كنشكر اول دعم كان جاني من دعم تبع المشروع 2015، كنت على طريق الجمعيه كونت واحد الفرع ديال النساء وخلقنا هذه المشاريع هذه باش حيت نكونوا مجال الصناعه التقليديه، وخلقنا هذا المشروع ديال المجال الحبوب على حساب هذا المجال الحبوب فيه الترويج اكثر ويدمجوا فيه النساء اكثر ويستافدوا منه. ولينا خلقنا رفعنا هذا المشروع، كنا شاركنا في معرض وزاره الرباط مده ديال شهر، جينا كنا في مدينه العريش درنا واحد المعرض ديال الطفل اليتيم، تبرع ديال هذا الربح وهبناها لليتيم. من تما انطلقت العمليه وعرفنا هذا المنتوج هذا عنده البصمه ديالو في السوق، يعني عنده واحد الاقبال ديالو في السوق، وكنا تبعنا مشروع المغادره التنميه البشريه. نشكرهم كثير الشكر، وكان السيد العامل كان تجاوب معنا في المشروع، كنا دعمونا بشي 15 مليون، شرنا واحد الاله ديال الشيشوار باش نشكو بها الكسكس والبرمات، وواحد الفرن باش ناخر، والحمد لله تم بدينا المسيره ديالنا وطورنا هاد خرجنا ديك الجمعيه، خرجنا من واحد الفرع ديال سميناه تعاونيا نسوي الابداع. يعني الجمعيه باقا في التكوينات ديالها، ولكن الفرع خرج منا من اجل باش نرفعوا المستوى المراه اللي هشه، الوضعيه ديالها هشه، والمراه اللي راهي رفع قدراتك وكفاءه الفاعلين يعني العاملين في انتاج هاد باش نرفعوا المستوى ديالهم في العمل. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون الترويج اكثر داخل الوطن وخارج الوطن. شنو الصعوبات اللي عندكم؟ الصعوبات اللي عندنا، عندنا المقر كريناه نلقاو صعوبات، المقر صغير ما كافيناش، حنا عندنا الابداعيين نقدروا نوصلوا اصلا دابا 35 نوع، يعني واحد التوطو كاين المنتوجات اللي جات من تونس بحال هذا النوع هذا رانا شفتو من تونس، درت الفورماسيون في تونس وخديت
الفورماسيون من عند هما تونس والجزائر. هذا سموه الملبى، هذا النوع هذا يصنع من التمر ومن الاشياء ديال الحبوب، كان دوز كالدكا مفيد للصحه. واش عندكم يعني هذا العام واش كتفكروا تنجوا شي منتجات اخرى جديده؟ الحمد لله عندنا تطورات جديده وعندنا ابداع جديد وعندنا افكار جديده نخرجوها نعطيوها حنا باش نبينوا الاقليم ديالنا في احسن وجه والمغرب ديالنا بصفه عامه. ولكن حنا الاعاقه الوحيده ما لقيناش واحد يد المساعده اكثر في المركز، همنا هو المركز. إن كان المركز فيه واحد الفضاء كبير فيه 200 متر ولا 180 متر راه حنا نقدروا نوفروا فيه ما يخدموا معنا النساء، وخا يوصلوا معنا حتى 200 و300 نساء ونساء بالشباب. علاش لا ما يكونوش حتى المعاقل؟ حنا عندنا واحد السيد عندنا اسم المعاق من الرجل ديالو حمر له الحانوت في القصر الكبير، والحمد لله راه خدام مع الابناء ديالو وميسر. حنا خصنا بحال هذيك الحالات هذو ندمجوهم ونديروا معاهم اليد في اليد ونعطيهم السلعه يبيعوها ويشربوا فيها. في نفس الوقت نستافدوا ويستافد ونخرجوا من الوضعيه ديالو اللي وضعيه هشه.